الله عز وجل يقول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ذكر المفسرون عن نزول هذه الآية من مجموع ما ذكروا أن بعض المنافقين كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فقال: ما رأينا، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله عنهم، قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أكثر أكلا، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فسمعه عوف بن مالك فقال: كذبت، والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب عوف فإذا بهذه الآية نزلت قبل مجيء عوف رضي الله عنه، فجاء ذلكم الرجل المنافق ليعتذر، فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد على قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ولا يلتفت إليه عليه الصلاة والسلام. من الفوائد أن بعضا من الناس قد يأتي بالنكت ويؤلفها ويختلقها، وبعضهم ينقلها من باب الضحك والمزاح، ولا يدري أو أنه يدري من أن في مضامينها فيه استهزاء بالدين أو بالشرع. فالإسلام لا ينهى المسلم عن أن يدخل السرور على نفسه، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة كان يمازح أصحابه ولكن لا يقول إلا حقا. ومن غير كثرة، لأنه ثبت عند الترمذي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب.